Und du noch ein paar Sachen? Nee, und der Jesus. Das ist ja, warte. Nee, warte. يعني وجدنا حوالي 300 اكثر من 350 قفه، وعندنا مده 3 ايام نوزعوا المرحله الاولى والثانيه والثالثه، واستهدفنا العائلات الفقيره المعوزه يعني من درجه الصفر، المرضى ويعني متضررين. ونشكر يعني هذه تشكراتي الخالصه، يعني نشكرهم كل المحسنين اللي ساهموا معنا في هذا العمل، وحنا ماذا بينا يعني يشوفوا هذا النشاط تاعنا. هذه القفه تاعنا كل سنه نفس القفة، وتقريبا نزيدوا كل سنة تزيد بفضل المحسنين، إذا زادت أنا نزيدوا للمحتاجين، والحمد لله في كل سنة رانا نديروا ما خير من السنة الماضية بفضل يعني الوعي عند الناس والروح الاجتماعية تاعهم. ماذا بينا ماذا بينا يعني إنسان عليه كما قال لك المحسنين مازالوا في شهر رمضان، يعني دائما الإحسان يكون أكثر، يكون الروحانية شغل في قمة. وماذا بينا احنا هذا نداء للمحسنين ومحسنين ولايه المديه وخاصه الولايات المجاوره وعلى هلاله، اذا كان بامكانهم انهم يساعدونا في اي ابسط الاشياء نتقبلوا بها، ولو كان كما قال لك فاك باطا طوماطيش هكذا ماليهش، يجيبها لنا محسن ويعطيها لنا فيه حسنه لينا وليه هو، ويغطي لنا قفه يعني من اي محسن يجيب لنا قرعه زيت ولا باكي قهوه ولا لا طوماطيش معليش، هذه كما قال لك ابسط الاشياء، والحمد لله وراه يفرج على عائلات لان العائلات المعوزه راهي بكثره. هذا والله غير نعمه ربي الحمد لله، في البلديه ولا متسع. هاي فيها يعني القهوه، فيها انا حتى راني ما قلبتش فيها، فيها السكر، فيها كذا، فيها الحب، فيها الزيت، فيها كذا، وين تلقاها هذه؟ راهي مصروف تاع 200 ولا حتى 400 الف ولا 500 الف. انا نتبع في البلديه هذوك ما ديت والو، البلديه تاعي والله ما ديت حاجه. واش تديروا لهم السنه؟ نديروا لهم هذيك وانا نتبعوا فيهم والله غير 600 الف هذيك مازال ما طوهاليش. هاي نديروها بالشيك السنه هذيك تاع بالك سمعتوا بها. والحمد لله طمع في ربي، وكاين اصحاب الخير اللي خلصت الخير خلصت الدنيا.